هاي ميليشيات إيران، شوفوا سوت ميليشيات إيران. عودة جديدة إلى مربع الاغتيالات، سلاح العاجز لإطفاء شعلة الثورة والنقمة على النظام الفاسد. مسلحون يغتالون الناشط البارز في التظاهرات إيهاب الوزني بهجوم مسلح أمام منزله بمدينة كربلاء في مشهد تكرر مرارا ولطالما حذر منه الوزني نفسه. أنتم مسؤولون عن حمايتنا، كل واحد ما يقدر، كل هؤلاء المتظاهرين اليوم ما هددون، أي واحد يقتل أو يضرب منهم أنتم المسؤولين، وإذا ما تقدرون وخروا، أكو كفاءات في البلد. غضب شعبي عارم إزاء ما اعتبره الناشطون إجراما ميليشياويا ممنهجا في مقابل عجز وتواطؤ حكومي إزاء سفك دماء العراقيين. أعداد غفيرة من المتظاهرين تجمعوا وسط مدينة كربلاء هاتفين ضد الحكومة التي لم تستطع حماية المتظاهرين ولا محاسبة الجهات المنفذة لعمليات الاغتيال. وشهدت كربلاء توترا غير مسبوق احتجاجا على اغتيال أبرز ناشطيها، إذ انتشر مئات من العناصر الأمنية في عدد من مناطق المحافظة، منها المنطقة التي وقع فيها حادث الاغتيال وقرب المستشفى وقرب مباني إدارة المحافظة. كما توافد مئات المتظاهرين من مناطق أخرى نحو المحافظة للمشاركة في تشييع الوزني، إلا أن القوات الأمنية منعتهم من الدخول. ووفقا للنشطاء في تظاهرات كربلاء، فإن اغتيال الوزني لن يمر بسهولة، لأن الميليشيات الموالية لإيران تواصل مسلسلها بتصفية الأصوات الحرة في البلاد، بينما تكتفي الحكومة بالوعود وتشكيل اللجان التحقيقية التي لا تسفر عن شيء. أكثر من 700 متظاهر وناشط عراقي قتلوا منذ انطلاق تظاهرات تشرين عام 2019 خلال عمليات قمع في ساحات التظاهر تبعتها عمليات اغتيال منظم وملاحقة للناشطين، آخرها اغتيال إيهاب الوزني الذي يقول زملاء له إنه كان يعرف أسماء قاتليه وقدم بلاغا عنهم للشرطة. فهل ستقيد الجريمة ضد مجهول كما جرت العادة؟ وهل ستظل دماء العراقيين رخيصة فقط لأنهم يحلمون بوطن خال من نظام المحاصصة الطائفية وأحزابه الفاسدة وخال من الميليشيات والسلاح المنفلت؟ وطن يتنفس مواطنوه الحرية ويعيشون بسلام.